السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من حلقات فانتاكتيك اليوم هتكلم عن إقالة المستر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اليوم كل البرشلونيين سعيدين جدا بهذه الإقالة لكن هل اللي بيسعد أكثر إقالة إرنستو فالفيردي ولا قدوم مدرب زي كيكي سيتين المدرب الممكن ما نقول عليه ملاحظات لكن مدرب ما عنده الخبره الاوروبيه الكافيه اللي بتخليه يدرب فريق زي برشلونه والتعامل اللي يمكن يكون بعدين في المباريات الكبيره تعامله مع النجوم ما درب واحد زي ميسي زي بيكي القطط السمان زي ما بنقول عليها بيكي بوسكيتس راكيتش سواريز الناس اللي احيانا مستوياتها ما بتكون اللي هي باعتبارها في الحدث دايما في كل مباريات برشلونه بنشوف انه كنا بنخط اللوم بشكل كبير على ارنستو فالفيردي وانا واحد من الناس ما كنت اصلا بشوف بحب اشوف اسمه في الدكه يكون موجود واحد زي ارنستو فالفيردي خصما على برشلونه وبيتعاملوا يمكن غير غير جيد وما في حتى نهج كان واضح لبرشلونه البرسا كان عنده اسلوب معين جاي ارنستو فالفيردي شغال باسلوب ثاني اللي هو باعتباره باصل ميسي على ما تفرج دي واحده من الاساليب اللي كانت شائعه من برشلونه في الفتره الاخيره في اخر سنتين مع كل المعطيات اللي كانت موجوده انه الفريق دائما بيكون في الاحداث الكبيره حدث ولا حرج بتعامل غير جيد لا كره جميله ولا تعامل مع المباراه بمستوى كويس ولا القاب تديق قيمه لاعبي برشلونه الموجودين في الفتره الحاليه ده كان ارنستو فالفيردي ذهب وذهب معه كل تاريخه الغير جيد لكن ترك لبرشلونه ارث غير جيد بالمره من مباريات كانت سيئه جدا من ريمونتادا اصبحت اسمها باسم برشلونه بعد ما كان انه برشلونه هو صاحب الريمونتادا على باريس سان جيرمان اصبحت الريمونتادا مع اسم برشلونه والرابع سجل اوريجي وتفاصيل كده يعني كثيره جدا جاب ارنستو فالفيردي مع المعطيات الموجوده في فريق زي برشلونه وما قدر يتعامل مع الموقف بشكل الافضل لا قدم الكره الجميله ولا قدم الالقاب لنادي برشلونه كيكي سيتي من المدربين اللي ممكن نقول عليه هو ما عنده التاريخ المميز والتاريخ التاريخ الكبير انديه كبيره وهو كان لاعب ممكن كبير جدا الا انه هو مدرب من المدربين اللي فلسفة الاستحواذ فلسفة الضغط العالي فلسفة الكرة الهجومية أو الكرة الشاملة اللي هي بتعتمد على تيكي تاكا اللعب الجميل شفته أنا في عدد من المباريات في دور أوروبا في الموسم الفات ضد برشلونة في الكامبانو ضد ريال مدريد بيهزم برشلونة وريال مدريد على أراضيهم بضغط عالي جدا بتعامل مميز في الكرة بشكل عام تحس إنه في كرة جميلة بتلعب تحس إنه في تاكتيك مميز تحس انه في عدم اعتماد على لاعب واحد او لاعب بعينه يكون نجم ويحسم المباريات كيكي سيتين بيقدم العرض المميز الكرة الجميلة كرة شفناها مع بيب جوارديولا شفناها مع ريكارد في الفترة الاخيرة وكانت ملامحها الى حد بسيط مع لويس انريكي لكن مع ارنستو فالفيردي ضاعت بالمرة نشوف كيكي سيتين وكيف اسلوبه حيكون مع برشلونة مع الفلسفة الاصلا موجودة في النادي مع اللاعبين الكبار اللي ممكن مستواهم يعني قل بشكل كبير في اخر السنين وكيف حيتعامل مع غياب لويس سواريز لأربعة أشهر في مباريات الليغا ومباريات دوري الأبطال كيف حيتعامل مع النجوم كيف حيتعامل مع الإعلام كيف حيتعامل هو كمدرب وجهازه المعاون في انه فعلا يخطو برشلونه في المكان الصح وتعامله مميز مع مباريات دوري الابطال المباريات المهمه جدا ودور ال 16 اللي مباراه برضه مهمه جدا ويقدم فيها الفريق العرض الافضل كيف حيمزج بينهم الفريق يلعب كرة جميله جدا وفي نفس الوقت يحقق النتائج الايجابيه المرجوه خصوصا انه هو صاحب مقوله مشهوره جدا انه بيحس بالملل انه يشاهد فريق بيتعادل صفر لصفر وفريق يقف في الدفاع عشان يقدر يطلع النتيجه صفر لصفر ودي واحده من الاساليب اللي هي بتكون حلوه في انك تلعب كرة جميله لكن في نفس الوقت بالتاكيد جمهور زي جمهور برشلونه ما حيصبر لك بالمره انك تخسر مباريات داخل او خارج الارض من انديه اقل او انديه كبيره وانك بتلعب كرة جميله فقط. المسج بين الاثنين هي واحده من التحديات اللي بتكون كبيره جدا، النجوم الكبار هي واحده من اهم التحديات اللي حيتعامل معاها كيكي سيتين اسلوب برشلونه، اسلوب الضغط العالي، اسلوب لعب الكرة الجميله، كيف يقنع جمهور برشلونه في كل العالم انه يكون افضل من ارنستو فالفيردي في اعتقادي الشخصي انه هو اصلا هو افضل من ارنستو فالفيردي التجربه كيف حتكون؟ آه حذكر الناس بحاجه مهمه جدا الناس انبسطت جدا بعد جاء ارنستو في الموسم قبل الفات وارنستو فالفيردي يعني خلى الفريق يمشي في اتجاه مختلف تماما والان كيكي سيتين ايضا جاء والناس مبسوطه به جدا على عطفا على الاداء اللي قدمه في ريال بيتيس كان في اسماء كبيره جدا معروضة علينا انها تدرب برشلونه في الفتره الحاليه لكن ممكن جزء منهم قابل لهذا العرض بالرفض في الفتره الحرجه اللي مر الفريق في الفتره الحاليه وكمان برضه في مدربين شافوا انه الفتره اللي ممكن يدربوا فيها الفريق اللي هو العرض الاول كان ستة اشهر بعد ذلك ممكن يتعدل مع كيكي سيتي لانه يكون موسمين ارنستو فالبردي لم يكن بذلك السوء اللي يمكن الناس شايفاه عليه ارنستو يمكن بس حاسس انه كمدرب ما عنده لا رده الفعل ولا التعامل الجيد ولا قريته المميزه للمباريات انما على مستوى النتائج احيانا تشوفه كفريق مع انخفاض مستوى اتلتيكو مدريد وريال مدريد هو معاهم في نفس المرتبه لكن الجمهور في العالم كله شايف انه ارنستو فالبردي ما اضاف لهويه برشلونه شيء ولا حتى حافظ على شيء الموجود لذلك استبداله بكيكا سيتين يمكن يكون مخرج ومخرج كبير جدا للفريق الكتالوني في الفتره الجايه أتمنى انه يكون فعلا الكلام ده يكون فعلا حقيقي سيتم يتم المدربين الممكن نشوفهم يقدموا العرض الافضل والمميز للنادي الكتالوني باستخدامات جديده بحريه في اختيار في للاعبين ايضا العناصر المميزه تكون في دعم بخزينه النادي تدعم الفريق بشكل افضل في الفتره الجايه نتمنى ذلك للفريق الكتالوني في الفتره الجايه الواحد سعيد جدا من قالت ارنستو واسعد باستخدام المدرب كيك سيتين المدرب المتميز نتمنى نشوفه فعلا بيقدم التميز لنادي برشلونه الى اللقاء